أخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فقال هذا الرجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. في رواية الإمام أحمد فيما يتعلق بتصريح الرجل الأعرابي قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. وتأملوا، قال: إن شرائع، الشريعة ما هي في اللغة؟ هو الماء الواضح البارز لكي تشرب منه الإبل، وهذا إن دل يدل على ماذا؟ على أن الشريعة لما جاءت واضحة وبينة. وأيضا شريعة هي شريعة الماء، فكما أن المخلوقات تحيا بالماء فلا حياة لقلوب البشر إلا بشريعة الله.